مرحبا، انا فارس الجمل، طالب هندسه ميكانيكيه سنه ثالثه. طلعت مع منحه إيراسموس على جامعه ديوستو في بلباو باسبانيا. مرحبا، انا اسمي دانيا. وانا اسمي ايمان. نحن طالبات سنه رابعه بندرس ادب انجليزي بجامعه بيرزيت. تعرفنا على بعض من سنه اولى، وبسنه ثالثه حبينا نقدم لبرنامج التبادل إيراسموس بلس، وفعلا طلعت لي منحه بجامعه سابيانزا بروما. وأنا كنت في جامعة دوستا في بلباو بإسبانيا. مرحبا، أنا اسمي هلا دحبور من جامعة بيرزيت، بدرس محاسبة سنة رابعة. ما إيراسموس كانت الفصل الماضي 2016-2017 في إسبانيا، في بلباو في شمال إسبانيا في جامعة دوستا. Hello, I'm Ruben. I'm Maud. And we are both students from Belgium, and we're here on an exchange program with Birzeit University in Palestine. I study community psychology. And I study law. And Erasmus gives us the opportunity to meet a lot of people here and to learn the Arabic culture. حبينا نقدم لبرنامج إيراسموس بلس لأنه بيطور الطلاب على الصعيد الأكاديمي والشخصي. فلما كنا بجامعة جديدة في بلد جديدة قدرنا نتعرف على طرق جديدة بالتدريس، كيف الامتحانات، كيف نعمل أبحاث وتقارير غير عن يلي متعودين عليه في بيرزيت. ما إيراسموس إكسبيرينس كانت إشي كتير حلو، وأنا كتير فخورة في حالي وكتير مبسوطة إنه أنا صح لي هاي الفرصة و I got the chance إني أنا أطلع. تغيرت شخصيتي في كتير نواحي، من ناحية أكاديمية طبعاً كتير استفدت، من ناحية شخصيتي كتير تغيرت طبعاً للأحسن. أحلى مرحلة في حياتي خلال السنوات الماضية لأنه اكتسبت لغة، اكتسبت ثقافة جديدة، اكتسبت أصدقاء جدد من مختلف العالم. خليني أحكي من الناحية الأكاديمية كانت أفضل لأنه صار مخي توسع أكثر، صرت أفكر بالأمور بطريقة كتير مختلفة. وكمان إشي كتير حلو يعني أنا وإيمان عشنا سوا هناك إنه كنا نزور بعض هناك كتير، لأنه بأوروبا كتير سهل المواصلات والتنقل بين البلدان، فبرضه هذا الإشي أتاح إنه نتعرف على ثقافات مختلفة، يعني ما ضلينا بس بالدولة اللي رجعنا لها. بيرزيت University has been really good. Everyone is really friendly here. We learned a lot about the Palestinian culture and about how people live here and how the life is different from the life in Belgium. And it's definitely something we encourage you to take part of. بنصح كل حدا، أي طالب بيقدر يطلع أو عنده رغبة إنه يقدم لمنحة إيراسموس لأنها كتير بتغير حياته. وزي ما بحكوا، إيراسموس is not just one year in your life, it's your life in one year. منشجعكم كثير انه تقدموا لبرنامج إيراسموس بلس لانه بتيح لكم كثير فرص لقدام، وبخليكم تتعرفوا على ذاتكم وتتعرفوا على ناس من كل العالم. بنصح الجميع انه يشارك وما يتردد فيها. إيراسموس بيرزيت.